قال وصلوا علي، هنا أمر بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. قال فإن تسليمكم، هذه العلة، فإن تسليمكم لم يقل فإن صلاتكم، قال صلوا علي ثم قال فإن تسليمكم، كان من مقتضى الكلام أن يقول وصلوا علي فإن صلاتكم، مثل ما مر معنا في الحديث السابق، لكنه قال هنا فإن تسليمكم. نقول هناك ما قد يسمى عند البلاغيين ما يسمى بمسألة الطي والنشر، والطي والنشر من علم البديع، والطي والنشر هو أن يذكر متعدد ثم يذكر ما لكل واحد من غير تعيين ليفهم السامع بنفسه ما لكل واحد ما يخصه. فلعل هذه الجملة تكون داخلة تحت الطي والنشر، وذلك لأن كل كلمة تدل على الأخرى، ولا شك أن هذا من البلاغة بمكان. فبدأ أن يقول وصلوا علي وسلموا عليه فإن صلاتكم وتسليمكم يبلغني أينما كنتم أو حيثما كنتم، ذكر الصلاة ثم ثنى بذكر التسليم، فيكون ذكر الصلاة دالا على التسليم باعتبار ما بعده وهو فإن تسليمكم، ويكون التسليم دالا على الصلاة باعتبار ما قبله. وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم.